السلام عليكم ليكيب، جيسبر راكم ملاح. جبت فيها سمارت تي في، قولوا لي بصحتك. راكم تعرفوا انا ما نقدرش نشوف كوب دافريك بلا ما نحس بهذيك لي ماشي بارياض محرز كيكروشي، وزيد نتبع لي سيري سكويد جيم ولعب بلاي ستيشن. من لازم ما كاش اللاك هاد العفايس كامل، لازم لك ان دانيير تكنولوجي في لي سمارت تي في. وعلى هذا انا خيرت هاد البروند اولاد، خيرته بارابور كاليتي بري كيما في لي سمارتفون. قد ما تحط بزاف قد ما تدي لا دانيير تكنولوجي سي نورمال. انا جبت في 55 بوس، كاين ثاني في 65 بوس. نروحو دوكا ديريكتومون نوريكم واش كاين لداخل. اول حاجه اللي تهمنا هي لا كاليتي ديماج. هنا عندنا اخر تكنولوجيا اللي سميتها بروند او لاد، هي عباره عن مجموعه من اخر تكنولوجيات المتوفره في الوقت الحالي اللي راح تعطينا ادق التفاصيل في الصوره وتعطينا تشبع في الالوان، وزيد الكونتراست يكون عالي. كامل هاد الحوايج تحس باللي ليماج تكون ريال. واذا حبينا نحكو على هاد التكنولوجيات، عندنا اول تكنولوجيا هي الالترا اتش دي 4K بريميوم. هاد الحاجه راح تعطيك 4 فوا بلوس دو بيكسل على لا كاليتي فول اتش دي. هنايا راح تشوف ادق التفاصيل وتعطيك ايماج، قد ما يكونوا التفاصيل قد ما ليماج تكون شابه. وتانيك عندنا خاصيه بالذكاء الاصطناعي راح يطلع لك في لا كاليتي، يعني مام اذا انت الفيلم ولا شكون تشوف يكون بالفول اتش دي، هنايا راح بالذكاء الاصطناعي يطلع لك لا كاليتي باش تزيد تحس بهذوك لي ديتاي. عندنا تانيك تكنولوجيا الكانتوم دوت، هاد التكنولوجيا راح تعطينا تشبع في الالوان، راح تافيشي لنا حتى 1 مليار لون. بار اكزومبل حاجه اورانج راح تشوفها اورانج، ما تشوفش هذاك التدرج ما بين الاصفر البرتقالي، يعطيك لي كولور يكونوا ريال. وتانيك لو بيك دو لومينيزيتي يقدر يلحق حتى 1000 نيتس، في التلفزيون العادي راح يلحق حتى 350. وهنا تقدروا تشوفوا الفرق بيناتهم كما موضح في الصوره. حاجه مهمه بالبزاف، ليكرون هذا اونتي ريفلي بنسبه 98.5%. بار اكزومبل لي تيلي نورمال تلقاهم 33%. الحاجه هذه فاشحه تساعدك كي تكون الطاقه محلوله ولا تدخل الاضاءه تاع برا، هنايا ما راحش ديرونجا تشوف اليز. هضرنا على لا لومينيزيتي وعلى لي كولور، بقى لنا الكونتراست، وين كاين تكنولوجيا اللي اسمها اللوكال ديمينغ. هاد التكنولوجيا راح تقسم لنا ليكرون تاعنا على بليزور زون، وكل زون تحكم فيها وحده. كيما في 55 بوس يتقسم على 132 زون، وفي 65 بوس كاين 180 زون. هنا واش راح يصرى؟ عندك لي نوار يولو بروفون، وين تولي تحس ليماج تاعك ماشي بلات، تحس هذاك العزل حتى لو كان يكون شخص بار اكزومبل لابس نوار والخلفيه تكون تانيك نوار، مي راح نحسوا بهذاك العزل وليماج تكون يعني بتفاصيل بزاف مليح. الدولبي فيجن والاش دي ار ديس بلس، هنا كل ديتاي بالقيمه ديالو، وين لي بلون يكونوا كلير ولي نوار يكونوا بلو بروفون، يعني يعطي عمق اكثر. بار اكزومبل كاين دي سيري وين تشوفوا كيكون الكونتر جور، ولا كاين دي ديتاي انت ما تشوفهمش في التلفزيون العادي، والمخرج يكون حايب يبينهم. مي في لي سمارت تي في اللي فيهم هذه التقنيه، هنا الديتاي هذاك راح يبان لك وتشوفه مليح، وتكون الحاجه تحسها سينيماتيك وحقيقيه. هاد سمارت تي في 120 هرتز، هاد الحاجه راح تعطيك لا فلويديتي في ليماج. وعندنا تانيك بليزور سان لي كل سان كيفاش هو يتريتيها، بار اكزومبل راك تشوف ماتش ولا راك تشوف فيديو كليب ولا راك تشوف فيلم، ماشي كيف كيف، يعني لي بارامت يكونوا مختلفين. وهذا الشيء يعملوا البروسيسور اللي اسمه هي فيو. هنايا راح يتريتي لك ليماج سان بار سان. بار اكزومبل في المود سبور عندنا البالون ولا الاتليتيزم كيكون واحد يجري ولا، راح تحسوا هذيك كما يقولوا الفلو. مي بصح كي تريتي لك هو ليماج ما حاش تحس بها، تحسها بلونات ماشي كيما في لي تيليفزيون نورمال. بعد ما هضرنا على ليماج دوكا تيك نهضروا على الصون. عندنا لا بار دو صون لهنا
من شركة جي بي ال. الشركة هذه معروفة جدا في الصوتيات، وحتى في سمارت تي في هذا تلقاو خاصية الدولبي اتموس. هذه الخاصية هي من بين أحسن تكنولوجيات المتوفرة في الوقت الحالي في الصوتيات. راح تعطينا الصوت بزاف نقي، وتعطيك هذاك اللي فيه 3D. بار اكزومبل تكون ان فواتير، تكون تشوف سيري ان فواتير جايزة، تحس وكأنها راك تمشي معاها، الصوت يكون منه ويبدا يمشي للجهة اليسرى. هنايا راح تعطيك ايفي حقيقي وتحس روحك داخل البيت. ويدارو ماركيتو لو ديزاين كادر تاع لا تي في بزاف رقيق. هاد الحاجة راح تعطيك متعة اكثر عند المشاهدة، خاصة كي تكون تشوف بار اكزوم فيلم وتطفي الضوء، لو كادر هذاك كامل ما يبانش، راح تبان لك غير الصورة. اخر حاجة نتكلموا عليها هي سيستم ديكسبلواتاسيون، سماوه بي هاب. هاد السيستم تابع لللينكس، كما تعرفوا اللينكس يكون بزاف خفيف بارابور الاندرويد. مام لا تيلي كي تشعلها 3-4 سكوند تشعل عادي يعني تمانيبيلي نورمال. تانيك لي زابليكاسيون تقدر تحكم كل ابليكاسيون وحدها، عندك بليزيور ابليكاسيون، نتفليكس، يوتيوب، شاهد، برايم فيديو، عندنا انغامي وتطبيقات اخرى يمكن تحميلها. الناس اللي تلعب لي جو لي جيمر، نقول لك راح تلعب اليز روتر دافي شارج هذاك ما كانش، وين راح يوصل 16 ميلي سكوند، يعني فريمون راح تلعب كوم لي بروفيسيونيل، ما يكونش عندك هذاك الروتر. اي بيان سور تقدر تكاستي من السمارت فون تاعك لا تيلي وتستعمل السمارت فون تاعك كومين مانيت كي تكون تلعب في لي جو، ولا تبارطاجي ليكرون تاع اي حاجه راك تشوف فيها في السمارت فون ديرها في ليكرون، تكون تشوف سيري ولا تكون تشوف ماتش، يا با بروبليم. كاين واحد الحاجه مهمه جدا خاصه بالاولياء باش يعني يتحكموا في الابناء تاعهم واش يشوفوا. بار اكزومبل عندك نتفليكس، يوتيوب، تخليه يشوف غير يوتيوب ما يقدرش يدخل النتفليكس. تقدر تانيك تغير في الوقت اللي هو يشوف فيه، دير له زوج سوايع ثلاث سوايع، هنا راح تتحكم اكثر في ولادك واش راحين يشوفوا، وهذه حاجه بزاف مهمه. فوالا خوتي، هذا واش كان عندي نهضر لكم على هذا السمارت تي في. نتمنى يكونوا عجبوكم كل هذه التكنولوجيات المتوفره فيه. اللي عجبو راهو متوفر في الاسواق الجزائريه. ما تنساوش دعمونا، لايك، بارطاجي، وتخلونا لي كومونتير تاعكم لتحت واش عجبكم واش تانيك ما عجبكمش. طالوا في روحكم، سلام.